السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام، متابعي قناة من آخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الأردني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 25/7/2021 وانتهاء الجولة الحادية عشر من الدوري الأردني. متابعيني الكرام، اليوم كان عندنا مباراتين. الوحدات فازت على العقبة 4-1، أو العقبة شباب العقبة خسرت أمام الوحدات 1-4، والحسين أوربت خسر أمام الفيصلي 1-3. خلينا نتعرف على باقي نتائج مباريات الجولة الحادية عشر اللي بدأت الجمعة 23/7/2021 بفوز السلطة على معان 5-0 وهزيمة البقعة أمام سحاب 0-2. أمس السبت 24/7/2021 الرمسة خسر أمام الجزيرة 0-1 والجليل تعادل سلبيا أمام شباب الأردن 0-0. الآن نتعرف على ترتيب فرق الدوري الأردني ثم نتعرف على ترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الحادية عشر. لا اول مره تزورنا في القناه، انزل اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، مكتوب على الاشتراك سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار باذن الله تعالى. متابعين الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري الاردني الوحدات في المركز الاول ب 26 نقطه، السلط المركز الثاني ب 23 نقطه، الفيصلي المركز الثالث ب 23 نقطه، الرمسه المركز الرابع ب 21 نقطه، شباب الاردن المركز الخامس 18 نقطه، الجزيره المركز السادس ب 17 نقطه، الحسين اربد المركز السابع ب 17 نقطه، معان المركز الثامن ب 11 نقطة. العقبة المركز التاسع ب 9 نقاط، الجليل المركز العاشر ب 8 نقاط، سحاب المركز الحادي عشر ب 7 نقاط، البقعة المركز الثاني عشر الأخير بدون نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين، وترتيب الهدافين ممكن يكون فيه خطأ، تمام؟ خلينا متفقين على كده. هو بمعنى صح ترتيب الهدافين بيحدث نفسه بعد يوم من انتهاء المباريات، يعني النهارده انتهت الجولة صح؟ بكرة بإذن الله تعالى على الساعة 8 مساء كده تقريبا بتوقيت الأردن هتلاقي ترتيب الهدافين الصح. طب أنا هتكلم إزاي؟ هتكلم عنه في الفيديو اللي جاي وهكذا، تمام؟ رونالدو وانجا متصدر الهدافين، لاعب السلطة في المركز الأول ب9 أهداف، في المركز الثاني يزن عبد الله النعيمات لاعب سحاب ب7 أهداف، في المركز الثالث علي علوان لاعب الجزيرة ب5 أهداف، ومحمد فيصل أبو زوريك لاعب الرمسة، وفي المركز الرابع ب4 أهداف عبد الله العطار لاعب الجزيرة، ودغلس لاعب شباب الأردن، وحمزة حمزة الصيفي لاعب الجزيرة، ومحمد العكش لاعب الفيصلي، ومحمد عبد المطلب لاعب البقعه. طيب اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.